وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. سيادة المستشار، تأثير هذه الاقتحامات الأخيرة على مسار التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى، من الواضح أنها رسالة واضحة في عدم التهدئة من الجانب الإسرائيلي. الذي يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري هو رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. بن كفير هو وزير في حكومة نتنياهو ويأتمر بأمر هذه الحكومة وبأمر رئيس الحكومة، وما قام به اليوم هو تعبير عن حقيقة وطبيعة هذه الحكومة، الحكومة التي لا تؤمن لا بتهدئة ولا بوقف للعدوان، وتقوم كل استراتيجياتها وكل سياساتها على استمرار العدوان وتكريس الاحتلال ومحاولات فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد. هذا الذي يحدث لن يلقي بظلال قاتمة فقط على موضوع التهدئة، وإنما على كل المشهد العام في المواجهة بيننا وبين الاحتلال. الشعب الفلسطيني لن يسلم بالسيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى ولا باستمرار الانتهاكات، وهذا أمر سيفتح الباب أمام تصعيد أشد خطورة. ولا يجب أن يلوم أحد الشعب الفلسطيني على أي رد فعل نتيجة لهذه الانتهاكات. طيب في رأيك في أين يعني اتجاه تحديدا يتجه رد الفعل الفلسطيني كما تراه؟ يعني المشهد اليوم واضحا هو محاولة، بل هي استفزازا حقيقيا لمشاعر الفلسطينيين بل والعرب والمسلمين جميعا. لكل فعل رد فعل، ولا يمكن أن يمر هذا الفعل العدواني بدون أن يستفز ردود أفعال فلسطينية أو عربية. من الذي يتحمل المسؤولية من ثم على هذه على ردود الأفعال هذه؟ الذي يتحمل هو من تسبب بالفعل، أي الاحتلال الإسرائيلي. دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال هم الذين يتحملون المسؤولية. إذا كانوا فعلا يريدون وقف التصعيد ومنع التصعيد ومنع تدهور الأوضاع، عليهم أن يوقفوا انتهاكاتهم واعتداءاتهم على المسجد الأقصى المبارك. من الواضح يعني سيادة المستشار أنهم يعني لا يوجد أي بوادر لوقفهم لهذه الاعتداءات. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يظل المجتمع الدولي صامتا على تلك الانتهاكات، وكيف يمكن وقفها؟ يعني رئيس الوزراء الفلسطيني قال إن الإعراب عن القلق أو الرفض لم يعد كافيا، هناك وضعا كارثيا في القطاع وحياة غير آدمية. التعبير عن القلق والاستنكارات اللفظية والبيانات والإدانات، كل هذه ليست ذات قيمة في مواجهة هذا الاحتلال. والمجتمع الدولي لم يغادر هذا المربع إلا إذا غادره العرب والمسلمون. ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي إذا كان العرب والمسلمون جميعا يقفون نفس الموقف أمام هذه الانتهاكات؟ يعني لا نشهد من الجانب العربي والإسلامي أكثر من الإدانات وأكثر من التصريحات اللفظية وأكثر من البيانات. لو غير العرب والمسلمون لغتهم وطريقتهم في التعاطي مع هذه الأحداث، حينها المجتمع الدولي لن يجد أمامه بدًا من تغيير سياساته. نعم. علينا أن نمتلك القدرة على إجبار المجتمع الدولي على تغيير سياساته، وعلى إجبار الولايات المتحدة أيضا على تغيير سياساتها، ومن ثم يمكن أن نجد تغيرا في السياسات الإسرائيلية. أشكرك دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني.